الوصفة الثانية حنديره مع بعضنا اللي هو اللحم بالعجين، عجينة ما فيهاش خميرة، فيها بيكنج بودر بس، عجينة خفيفة بسيطة جدا. عندنا اللي هم 3.25 كوب من الدقيق، وعندنا كوب وربع من المية، وعندنا ربع كوب من الزيت، وكشيك صغير من البيكنج بودر. كله بنحطهم. أنا استعملت طبعا شني اللي هي ست البيت من الهومر بتاع الأربع روس. حتعطينا العجينة، تعرفي في ثواني هيك العجينة، حنعجنوا العجينة مع بعضنا. هي العجينة شني تجي رطبة، حنحلوها إن شاء الله مع بعضنا. أنا عجنتها قبل الحلقة ووتيتها، هي العجينة قرصتها باش نخلوها ديما تستريح. الفكرة من العجينة هذه نحن بعد ما نعجنوها نخلوها تستريح، بحيث ان الجلوتين بتاعنا باش يستريح وتبدا العجينه مطاطيه. احنا لو عجناها وخدمنا بها طول، حتى لما نحلوها مش حتنفرد معانا طول، لا بالعكس، زي ما نخلوها كل ما استريحت العجينه اكثر كل ما حتنفرد معانا اكثر، كل ما تحصلوا عليه نتيجه احسن واحسن. نجولي الحم بتاع الصفيحه بتاعنا، عندنا هنا الحم اللي هو بقري، زدت عليه طرف من الليه باش تعطينا لي هذه بتاعت الحم بتاع الخروف جنينه. حنضيف عليها اللي هو الملح والفلفل الاحمر، وهو اللي عندنا نص راس بصل فرمته بالمبشرة، أو حتى نحطوه في ست الهومر معاه كشيك أو كشيكين من طماطم الحكة اللي هو هذا حياتي القروصية، مع لحم العجين وما بلحم بعجين، وحنزينه بشوية بمتاع دبس الرمان.